14 يوما فقط هي ما تبقى من عمر مؤتمر الحوار الوطني، ولا تزال معظم الفرق في المؤتمر متعثرة في أعمالها نتيجة غياب أعضاء الحراك الجنوبي. لكن اللجنة المصغرة في فريق قضية صعدة قدمت 3 نقاط جديدة حول القضية. 3 النقاط التي تم إضافتها هي معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن الحروب الست، تمام، من خلال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتجريم أي طرف يدفع لهذه الحروب مستقبلاً. فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة ذات البعد الوطني بلور جميع الأفكار حول استقلالية الهيئات، وتم صياغتها في موجهات دستورية وقانونية سترفع إلى الجلسة الختامية في مؤتمر الحوار. بدأنا بلورة أفكارنا في استقلال الهيئات المفروض استقلالها، وهي الأجهزة الرقابية، البنك المركزي، الأعلام، الخدمة المدنية، وعملنا بعض هيئات مثل هيئة مكافحة الثار والسلاح والقات، يعني بلورنا جميع الأفكار طبعا. من جهته ناقش فريق العدالة الانتقالية عددا من محددات قانون العدالة الانتقالية سيتم عرضها على أعضاء الفريق للتصويت عليها وإقرارها والتوافق عليها. خلاصة ما خرج بها الفريق بمجموعاته الست، وخلاصة تقارير ورؤى و يعني عمل الفريق أن يخرج بمحددات للعدالة الانتقالية. ولا تزال معظم الفرق في مؤتمر الحوار الوطني تستضيف عددا من الخبراء المحليين والدوليين، وفي مقدمها فريق بناء الدولة استضاف أحد الخبراء المحليين لاستعراض عدد من الجوانب في شأن تشارك الثروة. فريق بناء الدولة معني بإعادة صياغة الدستور، ضمن هذه الصياغات مسألة الأقاليم. الأقاليم في دولة بغض النظر عن مسمى اتحادية أو غيره، يعني هناك صلاحيات للمركز اقتصادية، هناك صلاحيات للأقاليم. إيش حدود هذه الصلاحيات؟ من خلال النماذج المعروفة في الدول المماثلة لهذا النظام. الجديد في مؤتمر الحوار صعوبات وعراقيل بات كثير من الإعلاميين يواجهونها في تغطية مجريات المؤتمر لأسباب غير معروفة بعد. في الواقع هذا خروج عن الشفافية التي يفترض أن يلتزم بها المؤتمر قبل أي جهة أخرى. يجب الالتزام بالشفافية، وإذا كانت بعض الجلسات كانت تنقل على الهواء مباشرة، فلماذا رفض المحطات التلفزيونية والصحفيين من الدخول؟ تبقى أسمة الغالبة على مجريات مؤتمر الحوار في الأيام الأخيرة من عمره التراجع الكبير في سير أعمال المؤتمر وغياب كثير من أعضائه، وهو ما لا يرجوه المواطن من مؤتمر الحوار. ينتظر الشعب اليمني بفارغ الصبر نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فهل سينتهي المؤتمر في فترته المحددة أم أن هناك فترة لتمديده؟ مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.